قررت اليابان اليوم الجمعة فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية عقب تهديدات متكررة متمثلة في برنامج بيونغ يونغ الصاروخي والنووي. ونقلت وكالة رويترز عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا قوله في مؤتمر صحفي إن طوكيو ستجمد أصول 19 مؤسسة كورية شمالية جديدة في ضربة لنظام بيونغ يانغ. وتصر اليابان على أن الوقت حان لمواصلة أقصى الضغوط على بيونغ يانغ. وتواصل كوريا الشمالية برامجها للأسلحة النووية والصواريخ في تحدي لعقوبات الأمم المتحدة والإدانة الدولية.